متعلمو مجموعة العميدة التعليمية يبعثون برسائل تحمل في طياتها الكثير من الحب والتعاطف والوقوف مع ضحايا الشعب اللبناني شقيقا. المساعدات الإنسانية أمر حيوي يؤكد عليه الكثيرون بما في ذلك المرجعية الدينية. من المهم أن نتحد جميعا لمواجهة التحديات والصعوبات. يجب أن نعمل على تقديم الدعم والمساعدات لمن هم في حاجة، سواء من خلال التبرعات أو الدعم النفسي والمعنوي.